صباح الخير دكتور الفايت. صباح الخير. إذا المناسبة شرط كيف ذكرت في البداية، فالحديث واجب كيف ذكرت يوم أمس على الفواكه الجافة أو ما يعرف يعني عندنا في المغرب بالفاكية. غالبية نعم. البيوت حسب طبعا المقدرة وحسب القدرة الشرائية راها فيها الفاكية الآن، ماذا تقول؟ نعم، الفاكهة أو الفواكه، هذه الظاهرة اللي درنا واحد لمحة البارح في يعني في الحلقة البارح، لمحة أن هذه يعني الفواكه تقترن بعد المناسبات، منهم عاشوراء ولا منهم 27 ولا بحال في رمضان المغاربة كياكلوا التمر كثير ولا حاجة. ولكن هذه الفواكه الجافة هي مكون غذائي أساسي، خاص الناس ياكلوها مرتين وثلاثة وأربعة في الأسبوع، ولا كانوا يقدروا ياكلوها يوميا لما لا. فخاص غير الناس يعرفوا بأن هذه الثقافة اللي تنحات من عندنا من المغرب، الناس يعرفوا بأن المغاربة كانوا كيفطروا بالفواكه الجافة، كانوا كيفطروا باللوز بالقرقاع، كانوا كيفطروا بالتمر، كيفطروا بالشريحة، كانوا كيفطروا بها مع الصباح. يعني هذا حتى من اللي كانوا كيتسوقوا السوق، كانوا كيمشيو السوق، كانوا دوك الناس اللي شوية لاباس عليهم كانوا ما كيفطروا شيء بالسفنج، كانوا كيفطروا باللوز بالقرقاع وكيعمروا اتاي وكانوا كيفطروا به. يعني هذه كان مكون أساسي، وكان كانوا الناس من اللي كيتسوقوا كما قلنا البارح، كان من اللي كيتسوقوا كيجيبوا لأولادهم الفواكه الجافة ماشي فواكه طرية. إذا شنو فائدة الجسم؟ أنت كتنصحنا بأننا ناكلوه وناكلو الفواكه الجافة يوميا. نعم يوميا، لأن المكونات اللي في الفواكه الجافة، اللوز بحال اللوز والقرقاع، يعني كاين المواد اللي ما فيهاش الدسم بحال الشريحة والتمر، وكاين الفواكه الأخرى اللوز والقرقاع هي اللي فيها المواد القوية مثل حمض الأوميغا 3 مثلا، مثل الأملاح المعدنية اللي تكلمنا البارح بحال المغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور، هي موجودة في اللوز والقرقاع أكثر من جميع المصادر الأخرى. فهذا القرقاع كيلاحظوا الناس عليه وكيقهم شوية، الناس ما يقدوش ياكلوا ثلاثة الحبات ولا أربعة ديال القرقاع، صعيب له. يعني علاش كيقهم؟ علاش؟ لأنه قوي، وقليل اللي كيعرف أن البروتينات ديال اللوز، أن يعني المستوى ديال البروتينات اللي كاين في اللوز هو مستوى كيضاهي اللحوم. نعم. يعني هذه اللوز مغذي جدا، فيه أزوت، فيه البروتينات، وفيه حمض الأوميغا 3، يعني هذيك الزيت ديالو فيها حمض الأوميغا 3، وفي مكون فيتامين توكوفيرولات بحال فيتامين او، كذلك فيتامين ب 2، وكنعرفوا ان ب 2 هو فيتامين خاص بالحيوان، الرايبوفلافين ما كايناش عند النبات، ولكن هو المصدر الاساسي في النبات، كيبقى شويه في الترفاس، ولكن اللوز كيمتاز بفيتامين ب 2، وفيتامين ب 2 هو اللي كيقي القلب، هو الوقايه ديال القلب، هو الفيتامين ب 2. جميع انواع اللوز فيها هذه المكونات، جميع 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 انواع اللوز. انا كنتكلم على اللوز الرومي كل حاجه ولا لا 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 لا، انا كنتكلم على اللوز البلدي المغربي. نعم. ديال اكنول وديال سوس وديال افوراد، يعني انا كنتكلم على اللوز البلدي المغربي. نعم. اما اللوز الرومي حاجه اخرى. اللوز المستورد ما كنتكلمش عليه، انا كنتكلم على المواد الوطنيه الطبيعيه 100%، ليس فيها تغيير ولادي، وليس فيها تقنيات حديثه، وليس فيها مبيدات، وليس فيها اي شيء، لان اللوز الرومي الان ولا مغير ولاديا، خصنا نعرفوا هذه القضيه. فاحنا كنتكلموا على اللوز البلدي ديال المغرب، كيكونوا فيه واحد جوج ولا ثلاثه اللوزات مرين لا بأس، لأن الجسم كيقبل حتى 9 اللوزات مرين في اليوم. نعم. ولكن أكثر من 9 اللوزات صعيب، لأن فيه واحد المكون ديال السيانير هو اللي شوية توكسيك، سيانيد البوتاسيوم، ولكن بجوج الحبات ولا ثلاثة ديال اللوز الحار ما يضروش عليه حتى 9 الحبات. ولكن يمكن حنا ما كنتقبلوهاش، ما كنقدروش البلع ديالها، ما كنقدروش عليه. نعم، ولكن جيد، ولكن جيد، لأن أن الله سبحانه وتعالى جعل الحكمة في جميع الأشياء المرة والأشياء اللي فيها الشوك، أن فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، حتى حاجة من خلق عبث. هذيك اللوزة الحارة هي الوحيدة اللي فيها فيتامين ب 17 لا ميغدالين، وكاين حتى في اللوزة ديال المشمش، هي الوحيدة اللي فيها الفيتامين ب 17. علاش مفيد هذا الفيتامين؟ هذا الفيتامين ما معروفش بعدا، ما كيعرفوش الناس. لا ميغدالين هي مضاد للسرطان، وفيتامين مضاد للسرطان، هذا الفيتامين ب 17. يعني جميع المكونات اللي في الطبيعة، الناس ملي كيسمعونا تكلمنا على حاجة يمشيو هذا يشريوها يبقاو يدقوا وياكلوا. احنا كنتكلموا على مستويات يعني ديال نصائح عامة ومعلومات عامة باش يعيشوا الناس، ماشي باش يداووا. الاستهلاك اليومي ونمط الحياة المتوازن. نعم، ماشي عيش. نعم، لما الناس كيسمعوا معلومة أن فيتامين ب 17 موجودة في اللوز الحار وأنها كتصلح السرطان، ربما يمشي يدير فضيحة. نعم. خص الناس يتقبل، يعرفوا هذه النصائح كيفاش يتعاملوا معها، لان كثير من الناس الجسم ما يتقبلش اكثر من 9 ديال اللوزات حارين. نعم، وان هذيك اللوزه المره، اولا هذيك اللوزه المره جيده الا كانوا جوج ثلاثه الحبات. غير علاش نعطيو المعلومه؟ باش الناس ما يبقاوش يتخلعوا من هذيك اللوزه الحاره. كاين اللي كيديرها في فمه تجي حاره وكيرميها، خاصو ياكلها، خاصها هي تدوز مع اللوز، صافي. هذا هو اللي يعني اللي بغيت نقول. كاين فيتامين ب 2، علاش مهم جدا؟
لان هو اللي كي يدير التمثيل هذا السانتيز التمثيل ديال الجلوتاتيون، مركب الجلوتاتيون اللي كيدخل في الجلوتاتين ريديكتاز هي اللي كتخرج الجسم، لان الجلوتاتين ريديكتاز هي اللي كت يعني كتنقص من هذيك المواد السامه اللي كانوا كيكون خص يكون تركيز ديالها مستقر. هذا الجلوتاتين ريديكتاز هذا الانزيم، هذا الانزيم هو اللي مهم جدا. وفيه اللوز طبعا الاخوان الاطباء كيمنعوه على الناس اللي عندهم مشكل ديال الكليه. علاش؟ لان فيه بوتاسيوم، لان فيه من 250 حتى 300 ملي جرام ديال البوتاسيوم، ماشي سهل يعني، مستوى مرتفع. ولذلك كيمنعوه على الناس اللي باقي ما وصلوش للدياليز. يعني خص الناس، هاد الناس اللي كيخافوا من البوتاسيوم، الناس اللي مازال عندهم قصور كلوي ما واصلينش دياليز، هادو ما اللي خصهم يمنعوا الحوايج اللي فيها البوتاسيوم، من الفواكه الجافه، من بعض القطاني، من بعض الخضار بحال الهنديه، بحال هاد الاشياء هذه ممنوعه على الناس اللي عندهم قصور كلوي. منوعه بشكل تام او لا فقط ممكن ياخذوا منها شويه؟ ياخذوا منها شويه طبعا، يعني كيبقى قضيه التركيز، ياخذوا شويه ما عندناش مشكل. ولكن هاد الفواكه الجافه ربما نتكلموا عليها مزيان. علاش؟ باش تدخل كمكون غذائي اساسي، يبقاو الاطفال الصغار الى تالو اللوز جيد. لماذا؟ لان اللوز هذا فيه حمض الاوميغا، الزيت ديالو فيه حمض الاوميغا 3، وفيها بعض الدهنيات، بعض الحمضيات الدهنيه اللي موجوده تقريبا نفسها في زيت الزيتون، واللي فيه بروتينات بكثره. والاطفال خصهم الاملاح المعدنيه وفيتامينات والاملاح والازوت، بروتينات باش يكون النمو ديال الجسم ديالهم متكامل. في اطار يعني الحديث على الاطفال، فدائما كتقول لنا معلومه بانه بلاص ما نعطيو لك الطفل البسكوي اللي غيدي معاه، نعطيه الفواكه الجافه، اللوز والكركاع، من الاحسن ليه. اكيد، وماشي غير يديه معاه، يعني حتى في الفطور الامهات يحاولوا يصايبوا ليه مثلا. مع الاسف الشديد الامهات كيجتهدوا في رمضان، ما خصهمش يجتهدوا في رمضان، لان رمضان ما خصش الناس ياكلوا. هما الناس كيجتهدوا في رمضان كيوجدوا سلو، هو سلو خصو يتكال خارج رمضان، يعني العائلات كيتحزموا مزيان مع رمضان، وبالعكس في رمضان اللي ما خصش العائلات كاع نهائيا يشقاو. ولكن خصهم يشقاو دابا، خص العائلات دابا يوجدوا هاد الاشياء هذه للاطفال ديالهم. الا كان سلو ياكلوه مع العشيه ملي يجيو من المدرسه، ولا ياكلوه في الفطور الصباح يفطروا به، واخا ياخذ جوج الملعقات ثلاثه صغار ديال اللوز مطحون، ديال اللوز مطحون والكركاع مطحون، طبعا مع هاد الاشياء هي تفيد الطفل. كتسخنوا، علاش؟ لان حمض الاوميغا 3 كيسخن الطفل وكيحفز جميع الهرمونات والانزيمات في الجسم. يعني حتى النساء الا كلوا الفواكه الجافه وحبسوا الكوليسترول، الا حبسوا الدسم الحيواني وكثروا الفواكه الجافه، النساء غادي يكون الشعر ديالهم ما بقاش يتساقط، يكون ناعم جيد، يكون الاظافر ديالهم جيده، وتكون البشره ديالهم جيده، ويكون ذاك التوازن المائي داخل الجسم، خصوصا على مستوى الجلد، لان كاين عيالات غادي يجف لهم هذاك الجلد ديال الوجه ديالهم، وغادي تسحب لهم راه من برا، يعني غادي يبقاو يشريوا بعض الكريمات ولا بعض الاشياء. هي اشياء من الداخل، هي اشياء جايه من الدوره الدمويه، خاص الجسم يرمي السموم عبر هذيك الجلد، لان الفتحات الصغيره ديال لي ميكروبور ديال الجيل. وخص طبعا كيشوفوا الناس الوجه ديالهم اللي بغيو يغسلوه، الا تملسوه كيلقاوه ملس. علاش ملس؟ لان الاملاح المعدنيه مثل البوتاسيوم الصوديوم، هذيك الاملاح ملي كتخرج كتراكم على الجلد، هي اللي بحال الصابون كتولي ملسه. والا بقات، الا بقات ما غسلوش الناس وجههم اربعه المرات وخمسه وسته وسبعه في اليوم، الا بقات كتحرق الجلد، كتحرق الوجه. هذيك لذلك احسن طريقه مثلا دابا الكوسميتيك ديال الوجه هو العيالات يغسلوا بالماء دافي 10 و15 و20 مره في اليوم فقط. حتى في العمل تدي معها قرعه ديال الماء وتغسل وجهها في العمل مرتين وثلاثه ملي كتكون في العمل. نعم. علاش؟ لان احنا لما كنتكلموا دكتور الفايد على الفواكه الجافه، دائما كنقولوا اللوز والكركاع والتمر والشريحه، ولكن هناك فواكه جافه اخرى. لا، ما كاينش فواكه جافه، كاين فواكه مجففه. انا كنعرف النصائح ديالي كتكون مدققه. نعم. انا كنتكلمش على المشمش مجفف. لا، ما مشيتش في هذا الاتجاه، انا بغيت نهضر على اللاكاجو وعلى لا ما كاينش. نعم، اللاكاجو ما كاينش في المغرب، ما كاينش بزاف في المغرب. اللاكاجو ماشي فاكهه مغربيه، بيستاش. ولكن دخلت يعني بشكل كبير، وصبح الاستهلاك ديالها يعني متقدم. نعم، في المغرب. نعم، مستورده، ولكن كيبقى اللوز والكركاع هو سيد الفواكه. هاد الجوج عندنا في المغرب، والكركاع البلدي اللي كاين في المغرب موجود غير في المغرب، ما كاينش في العالم. الكركاع البلدي كاين خاص بالمغرب، كاين لي نوازيت، هادوك الكركاع الطويل اللي كيجي كيكون برا، ولكن لينوا هادو البويض ديال المغرب، هاد الكركاع خاص بالمغرب اونديمي، كاين غير في الاطلس. دكتور، ايضا كاين بعض المراهقين كيتخوفوا من اكل يعني خصوصا اللوز، كيقول لك انه فيه الزيوت كيسبب لهم يعني البتور في الوجه ديالهم. لا هو نعم، هو كيقاد الهرمونات، بالعكس هما كان عندهم حب الشباب جيد، حب الشباب علامه جيده، خاص الناس يعرفوا هذه القضيه. نعم. والناس كيخافوا من حب الشباب، وحب الشباب جيد كيعني على ان كاين هناك تفاعل هرموني عند الطفل، وهذا التفاعل الهرموني هو عادي وطبيعي وخاصو يكون في واحد العمر. اذا واش هذا المراهق ياكل اللوز ولو انه كيعملوا الحبوب ولا لا؟ ما كاينش مشكل، خاصو ياكل اللوز، ماشي واش ياكل اللوز، لا خاصو ياكل، وهذه هي المشكل اللي تكلمت عليه البارح. نعم. وكاينين بعض النصائح الحالي ولو كيخلعوا الناس
وكان بعض النصائح الحال اللي خلاو الناس تالفين ما بقاوش يعرفوا الناس شنو يديروا. اخذ الناس كنقول لهم يعيشوا عيشتهم المغربيه فقط، ما يتصنتوا حتى لواحد. المغاربه كانوا كياكلوا الفواكه الجافه مره في الاسبوع ومرتين، كانوا كيفطروا بها مع الصباح، كانوا كياكلوا البيض البلدي مسلوق، البيض البلدي ياكلوا اللي بغاو، ياكلوا حتى خمسه في النهار البيض البلدي كنتكلم. يعني الناس ما يبقاوش يتخلعوا من النصائح الاخرى اللي جايه من الانترنت، لان المجتمع ديالنا خصو الباحثين ديالو اللي بحثوا في التراب ديالو اللي فتحوا داروا البحث على المواد الغذائيه المغربيه العريقه. نعم. بحال السمن، بحال الخليع، بحال البركوك، بحال المسائل اللي كياكلوا المغاربه. اما ناخذوا واحد المعلومه مستقاه من الانترنت ونقولوا الناس كلوا البروكولي، هذا كذب، هذه ليست نصيحه، هذه كذب على الناس. نعم. البروكولي ما كيتكلش في المغرب، وكنعرفوا بان الخبزه جهد من البروكولي خمسه المرات، غير باش نعطيو امثله. هاد الفواكه الجافه تكلمنا اليوم عن اللوز، بحال الناس مثلا اللي عندهم امراض القلب والشرايين خاصهم يفطروا باللوز ولا يفطروا بزيت الزيتون مع الخبز والنخاله، يفطر كاين اشياء كثيره، حيت بعض الناس يقول لك اش غناكل، ملي كتحيد اللحم كيقول لك اش غناكل، بحال الناس كيفطروا باللحم. فاللوز جيد للناس اللي عندهم السكري، واللوز جيد للناس اللي عندهم حتى نقص في الطاقه، واللوز جيد للناس اللي عندهم هرمونات شويه يعني ملخبطه يعني فيها خلل. واللوز كما قلت جيد للطفل والمراه خصوصا، علاش؟ لان حمض الاوميجا 3 مع الفيتامين ب 2، الفيتامين ب 2 واقي للقلب، ومع البوتاسيوم مع الاملاح كتسوي التوازن المائي في الجسم باش يبقى الجسم يعني في 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 توازن. وهذا يعني هذا اللوز كاين بعض الناس كيبغيو يسلقوه، كيبغيو يخضروا به، كيبغيو الا تكال طازج احسن، ولكن حتى الا مثلا بغاو يخضروا به مثلا الا سلقوه ولا شي حاجه ما كتمشيش الفوائد ديالو الا الفيتامين ب. راه كنسلقوه ونقيوه ونقليوه في الزيت. فيتامين ب جوج ما كيبقاش فقط، اما الشيء الاخر كيبقى بحال. نعم. الفيتامين او بحال مثلا يعني الحمض الاوميغا 3، بحال المسائل ديال البوتاسيوم والاملاح وداك الشيء كتبقى، ولكن الفيتامين ب 2 حساس جدا للحراره وللضوء. هذا الـ هذا الـ هذا الريبوفلافين. نعم. فهاد الـ يعني الـ الاملاح اللي تكلمنا البارح على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمسائل، تكلمنا البارح على الكالسيوم، وان الـ سبحان الله هو اللوز ما فيش كالسيوم بكثره، ما فيش تقريبا يعني كمية قليلة جدا، ولا فيه المنغنيز، ولكن فيه المنغنيز والمغنيسيوم والفوسفور بزيادة على البوتاسيوم اللي ذكرت. نعم. ومادة الفوسفور هي مادة الفواكه الجافة. الفوسفور موجود في الفواكه الجافة بتركيز مرتفع، في القرقاع وفي اللوز. يعني غدا ان شاء الله نتكلموا على القرقاع، بغيت نعطي معلومات يعني متكامله حول اللوز باش نوريو الاهميه ديالو، باش ماشي غير نمروا عليه هكذا. نعم. وهذا الفوسفور يعني هو كما قلت البارح كيمشي مع الكالسيوم. الفوسفور كيمشي مع الكالسيوم، يعني ملي كيكون الفوسفور والكالسيوم كيتلاقاو الحديد، هاد الثلاثه هادو عاد كتكون صلابات العظام وكيكونوا الاسنان جيده وكيكون يعني الاشياء داخل الجسم. يعني اذا عموما ما كاينش ناس اللي ممنوع عليهم تناول الفواكه الجافه من غير الناس اللي عندهم شويه قصور كلوي، قصور كلوي. يعني الناس اللي عندهم مشكل ديال الكلية هما اللي يعني ما يكثروش من اللوز. اما اللوز يعني كما بالعكس، حتى الناس اللي عندهم سرطان خصهم ياكلوا اللوز. نعم. لا كاين حاله خاصه اخرى، يعني هذه ماشي خاصه عرضيه، هذا مرض طبعا الطبيب غادي يكون يعني مري للناس هذا الشيء، هو الناس اللي عندهم الحساسيه. نعم. الناس اللي عندهم الحساسيه من الاحسن ما ياخذوش المكسرات. ما ياخذوش اللوز والقرقاع، هذو ليناكس، الناكس هذو فيهم الالرجينات اللي كيزيدوا يشعلوا شويه الحساسيه، والنساء يرضوا بها. كيف ذكرنا دكتور في البدايه، فاحنا كنتكلموا على نمط عيش اللي هو متوازن ماشي على علاجات، وطبعا اللي عنده اي مرض راه كيكون يعني متبع مع الطبيب ديالو وكيمنع عليه الاشياء اللي ما كيخصوش ياكلها. النساء يرضوا بها، حيت بعض المرات كيكون الطفل باقي ما دارش يعني ما عرفوش واحد طبي. على النساء يردوا البال، الاطفال اللي عندهم الحساسيه ونيوفهم كيشيلوا ولا اللي كيحكوا ولا حاجه، اللي عندهم حساسيه يردوا البال. ماشي كل شيء، كاين اللي واخا عنده الحساسيه كياكل لوز، غير يردوا النساء يردوا البال الاطفال ديالهم ملي ياكلوا حاجه فيها اللوز. هنا في امريكا مثلا، في امريكا كاين واحد القانون قوي جدا، قانون يعني قاصح بزاف، يعني قوي. هذا القانون هو كيمنع على الصناع باش يديروا ماشي اللوز، باش يكون اثر اللوز في المواد الصناعيه على قبل هذا المشكل ديال الحساسيه. الناس اللي عندهم الحساسيه، لان الامريكيين عندهم واحد النسبه طالعه ديال الحساسيه للوز. نتمنى ان شاء الله المعلومه تكون وصلت. دائما الوقت كيداهمنا دكتور.